والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى إمام الهدى وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أمة الإسلام كل عام وأنتم بخير. أتى شهر فضيل مبارك على أمة طيبة مباركة في ظل أجواء صعبة ضربت عليها على الأمة أسباب كثيرة تتعلق بالهم والمرض والنصب والتعب وتسلط الأعداء، ولن ينجينا من ذلك إلا أن نتوب إلى الله عز وجل، فننتهز فرصة الطاعة في هذا الشهر المبارك لنتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، فإنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فالله الله في هذا الشهر، واجتهدوا في طاعته وحصلوا أسباب مغفرته، وقدموا بين أيديكم لملاقاة الله عز وجل، واعلموا أن عمر الإنسان قصير وأن أجله إلى الله عز وجل هو الأجل المعتبر، وإنما الدنيا هي دار ارتحال، فينبغي الإنسان أن يأخذ منها ما يعينه على السفر. فالله تعالى أسأل أن يبارك في هذه الأمة، وأن يبارك في نسائها وأولادها وشبابها ومقدراتها، أن يبارك في مائها وجوها وصحتها وعافيتها وأموالها وثرواتها وأعمارها، وأن يذهب كيد أعدائها، وأن ييسر أمرها، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها، وأن يبارك لنا في أعمارنا حتى نزداد له طاعة ونزداد له شكرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.